اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام ومناصب العضوية. نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج. إدارة المعاشات تناشد 502 عضواً باستيفاء أوراق الإحالة للمعاش. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 226 ملفاً. المركز الإعلامي يصدر الإصدار الخامس لمختارات من المعلومات القانونية. المركز الإعلامي يصدر الإصدار الثاني عشر لمختارات من أحكام النقد.